صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 56 لسنه 2022 باصدار الاشتراطات التنظيميه للتعمير بمختلف المناطق في مملكه البحرين وذلك بناء على عرض وزير الاسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. الماده الاولى يعمل بالاشتراطات التنظيميه للتعمير بمختلف المناطق في المملكه المرافقه لهذا القرار. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارات اعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين. المادة الثالثة: تلغي الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم 28 لسنة 2009.